النهارده كده في اجواء رياضيه بنتكلم عليها كتير، وانا زي ما انتم عارفين بحب جدا نتكلم عن الرياضه. من الحاجات اللي احب اقولها لكم في العالم، يقول لك ايه معلومه كده، يقول لك ايه، طب والشعب ده بيمارس الرياضه؟ انتم عارفين احيانا بيبقى فيه زي صحيفه استبيان للشعوب، يعني يسال يقول لك ايه الشعب ده طبيعته ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيلعب رياضه، بيعمل كذا، يبقى كده في زي مواصفات اسمها مواصفات شعب. فكل ما يبقى عندنا في مواصفات الشعب بتاعنا رياضة وأندية رياضية ورياضات متنوعة، كل ما كمان إحنا نبقى مقتربين جدا للشكل المثالي اللي ممكن، مش عايزة أقول المثالي، ولكن الشكل إيه المتوازن اللطيف بالنسبة لشعوب العالم. لأنه الرياضة لما بتبقى موجودة بيبقى فيها منافسات وأخلاق رياضية وحاجات حلوة. هروح دلوقتي للاعب السنوكر عبد الرحمن شاهين. عبد الرحمن شاهين بيحقق أول ميدالية عالمية لمصر في لعبة السنوكر بفوزه بالميدالية الفضية في بطولة العالم. أنا ببقى سعيدة جدا للألعاب دي، لأنه يعني الناس دي بتبذل مجهود كبير قوي فيها. هو نجح عبد الرحمن شاهين كلاعب، وهو لاعب في نادي الصيد، في التتويج بالميدالية الفضية للبطولة العالمية، وده بعد الهزيمة من بطل هونج كونج في المباراة النهائية. بطل هونج كونج ده بطل يعني شديد يعني. عبد الرحمن شاهين تأهل إلى الدور النهائي بعد أنه تغلب أيضا على الأمريكي المخضرم دارين مورغان، وده 3-2 في النصف النهائي. وخلينا ناخد يعني مداخلة ونعرف أيضا كلام أكتر. الصورة زي ما أنتم شايفين أهي في اللعبة، اللاعب عبد الرحمن شاهين لاعب سنوكر. مساء الخير. مساء النور، إزي حضرتك؟ يعني صورك منورة، وأنا ببقى سعيدة جدا لأي رياضة يكون فيها هذا التفوق اللي موجود. كلمني عن يعني هذا التأهل. والله الحمد لله طبعا على كل حاجة. كان نفسي أجيب الميدالية الذهب، بس ربنا ما وفقنيش في النهائي. بس طبعا دي حاجة إنجاز كبير ليا ولمصر كلها. أنا أول ميدالية أخدها دولية باسم مصر. بس الحمد لله، يعني أنا اللي فهمته من البطولة دي إن إحنا مش بعيد عن الناس دي خالص. إحنا بس طبعا إحنا بس نلعب وننافس، ندخل بس يعني. بالظبط بالظبط، والله زي ما حضرتك بتقولي حضرتك، إحنا أنا بتمرن مع نفسي. يعني لو حضرتك شفتي في الماتش، لا أنا الولد انا شايفه الصور. اولا يا عبد الرحمن عايزه اسالك، يعني خلينا نتكلم وبعدين تحكي لنا على التاهل الاخير. يعني الناس في مصر كتير جدا ما بتعرفش الفرق قوي ما بين البلياردو يعني وما بين السنوكر، فعرفنا انت ومن خلال الصور، لان هي متقاربه جدا في الصور يعني حتى يعني. ولكن يمكن السنوكر بيبقى اكتر يعني دقه على الترابيزه. لا حضرتك، هو الفكره ان السنوكر جيم مختلف تماما عن البلياردو. للناس فاهمه، الناس فاهمه ان البلياردو لعبه سهله، صح؟ او السنوكر لعبه سهله، هي مش لعبه سهله خالص. يعني هو السنوكر يمكن كرانكينج على العالم هي ثاني اصعب لعبه في العالم، بعد الجولف طبعا. الكره صغيره والعصايه دقيقه وحاجه كده. يعني الموضوع مش 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 سهل خالص. الموضوع حضرتك الناس ما بتفهمش ان احنا بنعمل ايه في يومنا الطبيعي او في حياتنا عشان خاطر السنوكر. هم الناس كل يعني فاهمه ان احنا مجرد عصايه ومجرد كور وبنلعب. لا، هو الموضوع مش كده خالص. هو الموضوع لعبه صعبه جدا، ومحتاجه تمرين، ومحتاجه نظام يوم، ومحتاجه تركيز. يعني طبيعي. الصوره في صوره كده وانت بتحاول اعتقد يعني تصيب شيء يعني او تجيب الهدف، فيها تركيز شديد جدا. فانت يعني هي غير الرياضات اللي فيها حركه وفتنس، هنا انت بتحتاج ايه علشان يبقى عندك هذه اللياقه والتركيز؟ لا، هي الرياضه مش بدنيه قد ما هي ذهنيه. هي رياضه ذهنيه بطريقه مش طبيعيه. يعني حضرتك الماتش البلياردو ده ممكن يقعد ساعة، ممكن يقعد 5 ساعات، ممكن يعني الماتش ملوش تايم. مش زي مثلا ماتش أي رياضة هو ليه تايم محدد. لا، هو الماتش زي ما هيخلص ممكن يخلص ساعة، زي ما بقول لحضرتك ممكن يخلص في 4 ساعات. بس ال4 ساعات ولا ال3 ساعات أيا كان اللي الماتش بيقعدوا، حضرتك أنت دماغك ما بتبطلش تفكير في الجيم. هي طبعا اللعبة طبعا صعبة، ازاي تزنقي اللعيب اللي قصادك. فهي طب اللعبة انت مش بتتمرن ازاي؟ يعني لو انت لوحدك كده يا عبد الرحمن تتمرن ازاي؟
ما هو ده اللي انا كنت لسه بقوله لحضرتك. هو اتفضل. هي مش هو انا بتمرن لوحدي زي ما حضرتك بتقول، هو الطبيعي ان انا يبقى اللعبه الناس مش مهتمه بيها في مصر خالص. المفروض يبقى ليا مدرب، المفروض يبقى ليا مدرب نفساني رياضي. اما يعني الموضوع احنا بعيد، عشان كده بقول لحضرتك احنا بعيد عن بقيه البلاد الثانيه، وفي نفس الوقت احنا قريبين كانجازات. يعني احنا بننافس وبنعمل بطولات جامده اجتهادات شخصيه. احنا انا واحد من الناس، انا هتكلم عن نفسي، انا لو اهتم بيا شويه في اللعبه دي في مصر انا هعمل اللي انا عملته ده هيبقى الطبيعي. طب قول لي انت محتاج ايه يا عبد الرحمن؟ يعني مين اللي يهتم؟ وزاره الشباب، اتحاد؟ يعني كلمني علشان نحاول احنا كمان يعني نساعدك. الاثنين طبعا، الاتحاد ووزاره الشباب والرياضه. يعني قول لنا الاهتمام 1 2 3 ايه؟ الاهتمام ان احنا تبقى زينا زي الرياضات الثانيه، ناخد حقنا. ناخد حقنا ان هم يجيبوا لنا مدربين، ناخد حقنا ان احنا ناخد حقنا حتى ماديا. ان حضرتك احنا ما في اللعبه دي في مصر ما فيهاش فلوس. في العالم كله اللعبه فيها فلوس. يعني اللعبه زيها زي اي رياضه. يعني فلوس ممكن يبقى شغل. فلوس للصرف على اللعبه، ده اللي تقصده؟ صرف على اللعبه ومكافئات و انتوا ما فيش اي حاجه، يعني تدخلوا كده وتجيبوا الميداليات وما فيش اي حاجه. كميداليات انا بصراحه انا عن نفسي انا اول مره اجيب ميداليه دوليه، وانا لسه ما رجعتش مصر، فانا مش عارف لسه ايه اللي هيحصل. فلما ارجع ان شاء الله هنكتشف الموضوع ده. لا ان شاء الله هتكتشفوا بالخير يا رب ان شاء الله. اتمنى يعني بص انا هقول لك، لانه حتى يحس انه اتقدر. طبعا يعني لا اكيد اكيد انت مقدر دلوقتي. يعني عايز اقول لك يا عبد الرحمن وجودك معانا لان احنا بنقدر اي حد بيحمل اسم البلد دي، وخصوصا الرياضه. والله العظيم الرياضه أنا مش بقول دي شيء لحضرتك اي كلام، وانا بالنسبه لي التقدير ده اهم من اي تقدير مادي. طبعا يعني انت مقدر واحنا سعداء بيك، وفريق التاسعه حاول التواصل معاك، لانه خبر انه في لاعب مصري وبيلعب لعبه حتى وان كانت اللعبه مش معروفه بالدرجه مش شعبيه، بس يحقق ده في مسابقه عالميه باسم مصر، فده تقدير. طبعا طبعا، وده اهم من اي تقدير مادي بالنسبه لي. والله انا مش بقول لحضرتك اي كلام، انا بالنسبه لي اللي حضرتك بتقوليه ده اهم من اي تقدير مادي. ان انا قدرت اوصل فكره للناس في مصر ايه اللعبه دي، والناس كانت مهتمه والناس بتسال. انا واحد من الناس اللي على السوشيال ميديا عندي، انا وانا في وسط البطوله انا ما كنتش مصدق نفسي، ما كنتش مصدق ان كميه الناس دي مهتمه انا هلعب امتى، والناس بتدعي لي والناس معايا والناس متابعه والناس شايفه. طب كلمني، وانت يعني انت كان عندك اتنين، كان في مباراه مع الامريكي وبعدين انت فزت على اللاعب بتاع هونج كونج، مين كان اصعب بالنسبه لك يعني؟ ماتش السيمي فاينل كان اصعب، اللعيب كان اقوى بكتير. دارين مورجن ده راجل كان قعد سنين من الاول 8 على العالم في المحترفين، يعني ده راجل خبره بمعنى كلمه خبره. لكن ماتش النهائي كان اسهل، بس هو كان الماتش صعب انه نهائي، وانه كان الماتش كان ضغط، انا ضغطت جامد في الماتش بس مش اكتر. لكن كماتش السيمي فاينل كان اصعب طبعا. وعلى فكره الدور الثمانيه اللي انا كسبته النمساوي ده بطل العالم سنه دي، ولسه واخد بطوله العالم من 3 شهور، بطوله العالم ناشئين تحت 21 سنه. يعني انا ماتشاتي كلها كانت صعبه. كانت كلها صعبه. ايه اللي خلاك تفكر في سنوكر تحديدا؟ هل في حد في العيله، في تشجيع، يعني ايه اللي وجهك للعبه دي؟ لا خالص، وانا بدات السنوكر صدفه. انا كنت بلعب كوره في نادي السد. كله كان بيلعب كوره وبعدين راح حته تانيه. والله حاجه كويسه، جيبوا ميداليات في الحاجات التانيه. خلصت تمرين وطلعت صاله البلياردو عندنا في النادي، انا واصحابي بنتمرن بلعب عادي خالص. المدرب كابتن نهاد حسين الله يرحمه، ده الراجل اللي انا احب اشكره من خلالكم، يعني اكيد واحنا كمان نشكره. الراجل ده اللي خلاكم بتكلموني دلوقتي، يعني الله يرحمه. الله هو لسه متوفي السنه دي. شافني وانا بلعب مع صحابي، قال لي انت ممكن تبقى كويس. بس فرحت مره في الثانيه في الثالثه، وبدات بقى بدات تلعب في اللعبه.
طيب ده شيء كويس. خليني اتفق معاك يا عبد الرحمن اتفاق، لما ترجع بالسلامه برضو نحاول نتواصل معاك، وان شاء الله يكون في تواصل جيد من وزاره الشباب ومن الاتحاد، ونبدا نشوف هذه اللعبات اللي بتقدر تحقق حاجات، لانه الرياضه متنوعه واللعبات متنوعه، وانا احب ان مصر تبقى موجوده في كل انواع اللعبات اللي موجوده في العالم، يعني ايا كانت هي ايه يعني. فاحنا هنتابع معاك، واعتقد انه النادي بتاعك لازم يحتفي بيك احتفاء كبير جدا لما ترجع، وبشكرك واتمنى لك دايما التوفيق. ربنا يخلي حضرتك، وانا اللي بشكرك ان انتوا اهتميتوا وكلمتوني، وانا زي ما قلت لحضرتك ده بالنسبه لي اكبر من أكيد. اي حاجه ان انتوا قدرتوني وكلمتوني وعايزين توصلوا للناس انا مين وانا تعبت ازاي وحققت ايه، وده بالنسبه لي يعني شرف ليا والله. وانا اكيد ده تلفزيون بلدك، يعني ده تلفزيون بلدك، وده من حقك انك لما تبذل مجهود وترفع اسم مصر بميداليه هتلاقي تلفزيون بلدك دايما معاك وورك. انا بشكرك جدا يا عبد الرحمن، وهنتابع معاك ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. يعني انا ببقى سعيده جدا زي ما قلت لكم لما يكون في رياضه، الرياضه والله صدقوني حاجه حلوه ايا كانت الالعاب حتى لو كانت بسيطه. ما هو مش بالضروره، انا عارفه طبعا في ناس كده صوت هيقول لك ما هو الفرق الكبيره والفرق الرياضيه عند، يعني كان عندنا كده من يومين الاتحاد الكاراتيه اللي مصر ليها اسم كبير في الكاراتيه، فاذا احنا لازم كده نكتب عدد من اللعبات اللي بنحقق فيها ميداليات والناس تاخد حقوقها والناس تهتم بيها. وانا متاكده ان وزاره الشباب هيهتم وانه هيبقى في شكل اخر، لانه الرياضه حل مهم جدا لحاجات كتير.